السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المستقبل. قناة المستقبل هي عبارة عن قناة تتضمن العديد من الفيديوهات المتعلقة بمجال السكنات والقروض. إذا كنت من الأشخاص المهتمين بهذا المجال، رجاء اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد للقناة. إذا عجبك هذا الفيديو، ما تنساش تدير جيم لفيديو وتبارتاجيها مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتعم الفائدة، وشكرا. الفيديو تاع اليوم راح نتكلموا فيه على الأشخاص اللي راهم حابين يقتنوا سكنات ترقوية مدعمة البيا، وهاد الأشخاص يكونوا إما عمال غير أجراء أو يمتهنوا مهن حرة. إذا بالنسبة لهذه الفئة، الملف الواجب إيداعه على مستوى البلديات يتكون من ما يلي: نسخة من وثيقة التسجيل عبر الموقع، استمارة خاصة بالصندوق الوطني للسكن سيانال مصادق عليها، طلب خطي للاستفادة من السكن الترقوي المدعم مصادق عليه، شهادة ميلاد للزوجين بالنسبة للأشخاص المتزوجين، شهادة عائلية أيضا بالنسبة للأشخاص المتزوجين، بطاقة الإقامة أقل من 6 أشهر، صورة شمسية، شهادة عزوبة بالنسبة للأشخاص الغير متزوجين، نسخة من بطاقة التعريف للزوجين إذا كان شخص غير متزوج، نسخة من بطاقة التعريف نتاعها فقط، نسخة من السجل التجاري، زائد التصريح الأخير للضريبة على الدخل سيفا أو جيفا أو سي نوف أو جي سيكونت. بالنسبة للخواص، شهادة عمل مصادق عليها زائد 3 كشوف الرواتب الأخيرة، شهادة عدم الانتساب لدى كناس وكاسنوس بالنسبة للأزواج البطالين أي بدون عمل. ملاحظة، لا يقبل أي ملف ناقص. إذا كان هذا موضوعنا لليوم يتعلق بالعمال الغير أجراء أو اللي يمتهنوا مهن حرة وحابين يقتنوا سكنات ترقوية مدعمة للألبية. نتمنى هذا الفيديو يكون فاتكم. اذا حبيتوا هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم لفيديو وتبارتاجوها مع اكبر عدد ممكن من الاشخاص لتعم الفائده. اذا كنت من الاشخاص المهتمين بمجال السكنات والقروض، رجاء اشترك في قناه المستقبل ولا تنسى تفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد للقناه، وشكرا.